السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. النهارده جايين مع بعض فيديو جديد، هو زي نعمل تصميم سوشيال ميديا للمنتج بتاعنا ومنتج مأكولات في العموم، ونعمله بطريقه سريعه وخفيفه وما فيهاش اي تعب خالص. تمام يا شباب، اي حاجه انا هسيبها لكم في الاسيست بالشكل ده، هو موجوده في الوصف او في الديسكريبشن بنفس الطريقه، بي ان جي كل حاجه. لو انت حابب بعد كده ان احنا بنعمل الحاجات دي بالتفاصيل تمام، ولكن انا هسيبها لك جاهزه بناء على لو انت عايز تستخدمها في التصميم بتاعك على طول، او تعدل عليها بعض الحاجات او بعض الالوان فيما بعد عشان خاطر انت تستخدمها. تمام يا شباب، رقم واحد يا شباب هنيجي هنا على الباك جراوند، معانا المنتج بتاعنا بي ان جي بالشكل ده، هو طبعا هتفرغه وهتخليه بي ان جي، وليكن انزل المنتج ده من على جوجل بي ان جي، وهاجي من هنا كده هنعمل سوليد بأيا كان اللون، ولكن احنا هنحتاج لون يكون قريب من الالوان اللي معانا في المنتج بتاعنا. تمام يا شباب، نختار لون يكون قريب شويه مثلا، وليكن انا اختار اللون ده. ممكن تاخد الكود ده وتكتبه لو انت محتاج اللون ده، او لو انت محتاج حاجه تبقى من الالوان دي برده ما فيش مشكله. تمام يا شباب، نيجي على الاساس هتلاقي في حاجه اسمها فيكتور سمارت، دي برده اللي هسيبها لك في الوصف، هتلاقيها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. تضغط عليها كده وتدوس كنترول ايه، تظبطها في النص كده كنترول دي عشان خاطر لو هي مش مظبوطه عندك. تمام يا شباب، بعد كده تلاقي في حاجه اسمها افكتس بالشكل ده، تظهر معاك الشكل اللي احنا شايفينه ده. بعد كده تلاقي في حاجه اسمها فاير بي ان جي برده هي بالشكل ده. بعد كده تلاقي بلاك فريم بالشكل ده يغمق معاك. بعد كده تلاقي الاليمنتس بالشكل ده، والاليمنتس زي ما انا قلت لكم في الفيديو اللي فات تقدروا تاخدوا منها اي قطعه منها ازاي. هنيجي هنا على الاليمنتس اهي، هناخد منها اي مقطع وليكن كده لاير كوبي، هيظهر معانا الشكل ده ونقدر ناخدها كنترول تي ونتحكم فيها براحتنا. تمام يا شباب، بعد كده هتلاقي الخضروات اللي معانا بالشكل ده كده، تقدر تغير الالوان زي ما قلنا قبل كده من هنا كده من الهاي، بعد كده ندوس الت من هنا كده او من العلامه دي من هنا كده من الاداه دي، ونقدر نغير في الالوان بتاعته براحتك. تمام يا شباب، بعد كده معانا اللوجو هنسيبه دلوقتي، ومعانا المنتج بتاعنا بالشكل ده. تمام يا شباب، لحد هنا ده كل كده اللي انت شايفه ده تكون موجود في الاسيست، حتى المنتج نفسه انا هسيبه لك في الديسكريبشن برضه. تمام يا شباب، وهنكتب هنا الجمله اللي احنا هنكون حابين نكتبها او اللي هتشد الزبون اللي هيكون مستهدف للمنتج بتاعنا. وليكن يا شباب مثلا انا هكتب الكلمتين دول وليكن يعني، وهنسيبهم باللون الابيض زي ما هم كده. ممكن لو احنا عايزين نضغط كليكين بالشكل ده، ومن هنا من الدروب نعمل ليها ظل بالشكل ده كده، نزود الكثافة بتاعته يعني، ده لو احنا عايزين نعمل حاجة زي كده. تمام يا شباب، بعد كده هنيجي هنا على الاسيست، والاسيست هنيجي بالشكل ده من هنا كده، هنجيب وليكن الكلر بتاعنا او الايديت ونزوده هنا كده بالشكل ده يا شباب. تمام يا شباب، بعد كده هنحط هنا الخصومات بتاعتنا او هنا بالشكل ده، وهنكتب هنا اكونتات السوشيال ميديا بتاعتنا، وهنكتب هنا اهو الاوردر ناو او اطلب دلوقتي على حسب عايز تكتبها هنا او هنا اهو، ولكن هنا هتكتب الخصومات برضو او هنا اهو، فانت اختار المكان المناسب اللي يكون مناسب مع التصميم، والمكان اللي هيكون جنبه او حوالين المحتوى بتاع كلمه اوردر ناو يكون في منصات السوشيال ميديا او الرقم اللي هيقدروا يطلبوا منه علشان لانه تيجي على الكلمه تيجي على الرقم. تمام يا شباب، وبس كده يكون الفيديو بتاعنا خلص النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشتراك للقناه، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وسيب لي تعليق قول لي لو انت محتاج تصميم لحاجه معينه، او سيب لي تعليق لو انت محتاج تاج لي فيديو معين، ولو استفدت من المحتوى يا ريت تنشره وتخلي غيرك يستفاد منه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.